اخواتي حبايبي وحشتوني. طبعا انا طالع كده النهارده عشان احنا في ازمه كبيره بنمر بيها. طبعا زي ما انتوا عارفين ان ايطاليا اتدمرت. فرنسا يعني لحد ما بخير الحمد لله واحنا كويسين، بس عشان احنا كويسين فده عشان احنا بنتبع للقوانين اللي هم منزلينها. طبعا فرنسا نزلت قوانين واحنا لازم كلنا نحترمها. وزارة الداخلية يوم 17 اللي فات 17/3 قالت إن لازم كل اللي ينزل من بيته ينزل يعني بسبب معين، يعني تنزل بحدود. إذا كنت أنت مثلا عندك شغل هتروح شغلك، بس لازم تعمل الاتستاسيون اللي هما حاطينها على صفحتهم، الاتستاسيون دي بلاسمو، لازم تديها تختمها من الشركة ويمضيها لك الباترون عشان تقدر انك انت تروح بايه الشغل بتاعك. عشان لو الكنترول وقفك هيدفعك غرامة 135 يورو. تمام. طبعا الكنترول اللي هم نزلوه هو يعني نزلوه ممكن انتخس يعني 100,000 بوليسيه وجندرمري، يعني 100,000 بوليسيين نزلوا الشارع عشان الموضوع ده. اوكي، فانا طالع اقول لكل اخواتي، كل الناس اللي في فرنسا، يا ريت تقعدوا في بيوتكم. بالفعل الموضوع جد، الموضوع مش هزار. اقعدوا في البيت، حافظوا على نفسكم، صحتكم اهم من اي حاجه. ومفيش مانع انكم تنزلوا برضو، تقدروا تنزلوا بس ما يبقاش خارج الكارتيه بتاعكم، المنطقه بتاعتكم. تقدر تنزل تعمل الكوكسي بتاعك في اتستاسيون دي بلاسمو بتاعت الناس العاديه، مش شرط مش بتاعت الشغل، بس يبقى فيها كذا سبب. انت لازم تكوش السبب اللي انت نازل عشانه، فانت هتختار طبعا اللي ايه اللي انت نازل مثلا عشان تعمل كوكس، او نازل تكشف مثلا لو تعبان ولا حاجه وخلاص. عليك بايه؟ بالتزام القوانين عشان ما يعملوكش غرامه ويعملوك مشاكل في حياتك. بس مفيش مانع انك تنزل الكارتيه بتاعك تتهوى شويه، مش اصل لازم، مش هتقعد في البيت طول الوقت. اوكي، وان شاء الله هي ازمه هتعدي، يا لحد اول الشهر، لحد ما قالوا 15 يوم من يوم 17 اللي فات، يعني فيها الاول شهر 4. ويعلم لو لقوا ان الموضوع ما بيتحسنش ممكن يمدوا الوقت طبعا. وده لان الناس بتروح المستشفيات بالمرض اللي هو بالفيروس ده، فلما بيلاقوا ان في ناس لسه بتروح المستشفيات بنفس الفيروس والموضوع بيزيد، فهم عمرهم ما هي ايه يوقفوا، عمرهم ما هيقول لك خلاص الناس تطلع. فلازم احنا نبقى زي يعني زي الاطفال كده، الاطفال لما بتخلوهم في البيت احنا يعني احنا شويه بقينا زيهم. فده عشان خاطر يعني عشان خاطر صحتنا احنا، فده حاجه ما تزعلناش ان احنا نقعد في البيت او كده. طبعا الروتين اليومي احنا ممكن برضو ننزل نعمل رياضه شويه، بس برضو ما تطلعش خارج الزون بتاعك، خارج الكاختي، خارج منطقتك، ما تطلعش عشان ممنوع. لازم يكون بسبب، يعني لو انت رايح مثلا خارج منطقتك فلازم تطلع له سبب لكده، والناس اللي شغاله ديكلاري والباترون عامل لهم لاتستاسيون بتاعت الديبلاسمو برضو لازم يوروا لهم الديكلاراسيون بتاعهم في نفس الوقت اللي هم هيطلعوا لهم فيه لاتستاسيون. اوكي، فزي ما انتوا شايفين كده طبعا الشوارع فاضية، الناس كلها قاعدة في البيت لان الموضوع يخوف. طبعا احنا مسلمين ومؤمنين بالله الحمد لله، ان شاء الله خير، يعني احنا عارفين القضاء والقدر وعارفين الحاجات دي. طبعا حتى الرسول امرنا بان احنا لما يبقى في حاجة زي كده ان احنا نفر منها، ان احنا نقعد في بيوتنا نحافظ على نفسنا، مش ان احنا يعني نجري، مش ان احنا يعني نجري منها. تمام، فاحنا لازم نحافظ على نفسنا ونمشي، دي حاجه كويسه لينا كلنا، ولازم كنا نحافظ على بعض. وانا بتمنى كل خير ان شاء الله، والموضوع هيعدي باذن الله. في تطورات طبعا، والمشكله ان الموضوع بيزيد شويه. هو صحيح فرنسا النهارده دكلرت 13,000 حاله و500 ميتين، بس طبعا الناس اللي بتموت اللي هي الكبيره، لان الناس الكبيره المناعه بتاعتها ضعيفه، ما عندهمش مناعه قويه. تمام، عشان كده بيموت منهم كتير. وبس المشكله ان في كل يوم بيزيد 1000 عن التاني حاله، 1000 حاله، فالموضوع مستمر. فعشان كده احنا مش هنقدر يعني علينا بالتزام القوانين حاليا،
وانت خارج بره يا ريت تلبس، مش هقول لك حط الماسك، مش مشكله الماسك، بس حط الليجون عشان الليجون بتاع ده بيثبت في الايد، وبعد كده لما تروح تقلعه وترميه تستخدم بس واحد في اليوم وترميه على طول، ده مش مشكله كده كده الماسك قال لك عادي يعني، ممكن التعبان بس هو اللي يحط الماسك. اوكي، فيا ريت كلنا نلتزم الكلام ده عشان نحافظ على نفسنا والازمه تعدي على خير، وخير ان شاء الله. طبعا انا هوريكم الشارع بقى فاضي دلوقتي، يعني اللي بيطلع بيطلع يعمل رياضه مش عارف ايه، يعني شوفوا معايا الروتين بتاعي. وده طبعا تشجيع لوزارة الصحة ولينا في نفس الوقت ان احنا كمان نقدر نعدي الأزمة دي على خير. كله لازم يسقف، كله لازم يسقف عشان الأزمة تعدي يا جدعان. الجو هادي بس ده تشجيع لوزارة الصحة إن شاء الله وللناس عشان الأزمة دي تعدي على خير. كل يوم الساعة 8 بنعمل كده. البوليتيك المتين تقول لي لازم تسقف. أحلى مساء عليكم.